على وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتاهب ليوم النشور والزهد لسكن القبور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. بارك الله لنا ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من البيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ورب النجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنظر شعابيب رضوانك على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار رضي الله تعالى عنه وعمر الفاروق قامع يساس المختار رضي الله تعالى عنه وعثمان ذي النورين كامل الحياء والوقار رضي الله تعالى عنه وعلي المرتضى أسد الله الجبار رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين السيدين الشهيدين السندين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى بنات الطاهرات زينب ورقية وأم كلثوم وعلى أسراج المطهرات وأمهات المؤمنين وعلى عمه المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي بدر العباس وعلى الستة الباقين من العشرة المبشرة بالجنة وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وليسالتنا ولمشايخنا وليكابرنا وليقاربنا وليحبابنا ولأصدقائنا ولطلابنا ولمن له حق ومن ويحسان علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم وكل جميع الحاضرين اللهم بارك لجميع الحاضرين واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأزواج وأهم وأتم وأعظم.